التاسعة لمهرجان سيدي بوسعيد للشعر العالمي، ونحن سعداء أنها تم تنظيمها في يعني في وقت يعني وفي توقيت معقول وبعدد من الضيوف. عندنا 22 ضيف من 12 دولة، وضيف الشرف هذا العام هو مقاطعة كيبيك بكندا. عبأت روحها بورق الأغاني، سيقولون مجذوبين أو مهاويس، لتطفح بكل هذا الحنان وتلون بغياقها الحدائق. يعذبون عيوننا إن تأخر يقضون وقتا مملا بينما نتذرع بأشياء ضرورية. حقيقة هي دورة في غاية الجمال، تتميز بحضور عدة لغات، و يعني من جمالية الشعر أنك أحيانا حين لا تفهمه فربما تستمتع بإيقاع اللغات الأجنبية. و الأجمل من كل ذلك أن تكون تونس الفضاء الذي يحتوي كل هذا التجاور. أشارك للمرة الأولى في هذه التظاهرة العالمية، وهي وتتميز الحقيقة بانفتاحها على تجارب عالمية، وهنا يحصل هذا التلاقح بين تجربة شعراء تونسيين وتجارب أيضا الأجانب.